بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم، يوم الجمعة، أن يعجل الله سبحانه وتعالى بفرج مولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وننادي خلفه يا لثارات الحسين. الفاتيكان والإمام الحسين عليه السلام. يقول آية الله الشيخ محمد السند البحراني دامت بركاته أحد الأخوة ينقل عن سفير الجمهورية الإسلامية في الفاتيكان السيد هادي خسرو شاهي، يقول: عندما كان سفيرا في الفاتيكان دخل مكتبة الفاتيكان بأجنحتها المتعددة فرأى جناحا حول الحسين عليه السلام، وهذا الجناح خاص فقط للحسين عليه السلام، وفيه كل الكتب التي كتبت حول سيرة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام بكل اللغات. فاستقرب هذا السفير السيد هادي خسرو شاهي، فتساءل متعجبا لمدير المكتبة وقال له: ما قصة هذا الجناح الخاص للإمام الحسين عليه السلام؟ لماذا جمعتم كل المؤلفات حول الحسين عليه السلام؟ فأجابه مدير مكتبة الفاتيكان قائلا: إننا رأينا في الحسين عنصرا تبشيريا عجيبا وجذابا غير موجود لدينا في طريقة التبشير، ولقد تأثر العالم بأجمعه بهذه الشخصية الشجاعة، فحاولنا دراسة شخصية الحسين عليه السلام، والدراسة ما زالت قائمة عليه وعلى عائلته في كربلاء وأصحابه. يؤكد سفير الجمهورية الإسلامية السيد هادي خسرو إن هذا الجناح موجود، وهناك الكثير ممن زاروا الفاتيكان ورأوا هذه المكتبة وجناحها الخاص للإمام الحسين عليه السلام. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. برنامج صباحات هلائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.